اه يا قلبي يا امو الحقيني يا امو دخيلك يا امو يا امو بديش موت بعيد عنك يا امو. ما بتعرف يا رورو بس بتعرف ان شاء الله تكون صورت منيح هالمرة. احلى لقطات اخدت لك رح يطلع ريبورتاج بيعقد. يليك هيدا مواطن سوري مدري شو بو تعال نشوفه. خلص شو بدنا فيه اجا شاب بيساعده ولك تعال نشوفه بيطلع تحقيق حلو تع الحقيني يا امو دخيلك يا امو بديش موت بعيد عنك يا امو الحقيني يا امو. خد نفس غميق لوين لجوا يا ما لبرا خد نفس لجوا اف هيك منيح كثير منيح يلا هيك خليك 10 مرات 10 مرات قبل الاكل يا ما بعد الاكل هلا خد نفس وانا بضغط لك على صدرك حاضر لكن ما تضغط علي انا ما بمشي تحت الضغط مفهوم صور صور عم صور تضرب ان شاء الله قوم ما بك شيء عبقى وراحت مثل القرد يلا قوم الحمد لله على السلامة سيد فتح الشرقوطة شكرا أعزائي المشاهدين لقد شاهدنا للتو كيف تمكن شاب لبناني من إنقاذ مواطن سوري رغم كل شيء يبقى هذا الشاب اللبناني كبيرا وشجاعا إنه شاب من 14 أدار إنه الإنسان الذي يتخطى السياسة ويساعد أخاه الإنسان لحظة يا دومازال لحظة أعزائي إنه رمز الشباب الأبي شباب ثورة الأرز الذي يتعامل من الند للند مع شقيقه السوري إنه صديق للشعب السوري وعدو للنظام الغادر والظالم إنه شاب من المستقبل ويطمح للمستقبل لحظة يا إنه... أختي شو بك لحقتيني مستقبل وثورة أرز وما بعرف شو مازال هيك هيك ديرتي يا سياسة أنا عوني يا دموازال عوني يي عوني أعزائي المشاهدين هل رأيتم العمالة؟ هل رأيتم التزلف؟ كيف ينبطح العونيون أمام السوريين؟ لا وألف لا يا عيب الشوم يا عيب الشوم مشي يا مصور مشي أنت من وين يا فتحة؟ أنا حمصي طلعت أنا من طرطوس ومش عارف هلا خبرتني أنت مازال ضربة رايك؟ السلام عليكم شلونك لك ابن عمي ولك اهلين ابن عمي فتحة اشتقنا لك تفضل سوسن سوسن ابن عمي فتحة لهون جيبه ضيافه ايوه ولك اهلين بفتحولي اهلين ولك اشتقنا لك وين هالغيبه والله كان عندي شويه شغل برات الشام امبارح خلصتهم واليوم جيت لعندكم لهون فتحولي أشر ليمون أشر تفضل أعوذ بالله شيلي من وجهي ليش ابن عمي فتحة كل عمرك تأشل صحارة ليمون بنص ساعة ايه بطل طيقه شنو هاد اللون صار لميشال عون ايه وشو بو ميشال عون على سلامته اجا زارنا لعنا على سوريا واستقبلوا الرئيس بشار ونزلت انا وسوسن على سوق الحميدية سلمنا عليه شلون 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 سلمتوا عميشال عون ايه شوفي يعني هلا انتو صرتوا عونية ايه لكان شو مفتكرنا 14 آدار ايه تضربوا انتو والقراش تبعكم شو نسيتوا شو كان بده يعمل عام بالشام وبالأسد بحرب تحريره على القليلة واجه جيش بجيش مو مثل جماعتك 14 آذار كانوا زلماتنا وغدروا فينا ايه طهرت امك قبل ما تجيب سيرة 14 آذار ولا هدول عم بيسبوا لنا كل يوم ويسبوا سوريا والرئيس بشار ايه ويسبوا ويسبوا فيني افهم ليش ممنوع خدام يرجع عالشام ايه بيرحبوا بعون وبينفوا خدام اه تاري انت خدامي ايه مش احسن ما كون عوني يعني ابن عمي انت قواتي جنبلاطي حريري ولا ايه لكن عراس السطح مش احسن ما كون عوني مرضى حزب الله ولك سوسن حياتي فوتي جيبي جزر ومشمش وقمر الدين وجاط ليمون تاني